السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنهضروا فيه على جميع ما يتعلق بالسيستم ايمونيتير. ندخلوا مباشره في هذا الخيط السريع. نمرجو انك تتبع معايا مزيان، ولا فاتك شي حاجه حاول ما امكن تعاود هذاك المقطع اللي فات، لان غنهضر على افكار متسلسله باش هكا تقدر انك تتبع معايا وتفهم هادشي هذا على شكل قصه. اول شيء غادي نهضروا عليه هو ان السيستم ايمونيتير، الجهاز المناعي ديالنا، الدور ديالو هو انه يدافع على الجسم ديالنا من اي عنصر غريب يقدر يمرضو، يعني من ديزيليمون كي سون باتوجين. داكوغ، دابا هنا خصك تفرق ما بين جوج حوايج، رد معايا مزيان قبل ما غادي نهضر لك على لو سيستيم ايمونيتير، يعني الجهاز المناعي اللي عندنا في الجسم ديالنا، يعني كيفاش تيدافع علينا، كيفاش تيخضع للجراثيم والعناصر الممرضه. غادي نهضر بعدا على هاد العناصر اللي غيهجموا على الجسم ديالنا. اذا كاين الجسم ديالنا، شكون اللي غيدافع عليه؟ سيستيم ايمونيتير. شكون اللي غيهجم على الجسم ديالنا ويحاول يمرضوا؟ هما الجراثيم، من بين يعني اخطر العناصر والعناصر اللي كتهجم بزاف على الجسم ديالنا، راه هما لي ميكرو اورغانيزم. داكوغ، دونك شنو هما بعدا هاد الميكرو اورغانيزم؟ كيتسموا كذلك ميكروب، كيتسموا جرع. هما سو سون دي زيتر فيفون ميكروسكوبيك، يعني كائنات حيه حتى هي، ولكن هي مجهريه ما تتبانش، ميكروسكوبيك. كاينه في جميع لي ميليو، كاينه في لو سول لي ايتترا، صافي. دونك كاين دي مليار دي مليار دو ميكرو اورغانيزم، كيعرف هادشي هذا اللي داير بينا. دابا شنو هما لي تيب الانواع ديال هاد الميكرو اورغانيزم؟ الميكرو اورغانيزم نقدر نصنفهم في اربعه مجموعات كبيره: لي بروتوزوار، لي باكتيري، لي شامبينيون ميكروسكوبيك، لي فيروس. نشرحهم بعجاله. بالنسبه لي بروتوزوار، الكلمه اللي قسمنا علاش غادي تلقى بروتو تلقى زوار. ها بروتو يعني اولي، وديك زوار جات من لوزو يعني متعلقه بالحيوانات، بحال قلت كتسمى بالعربيه الحيوانات الاوليه. شنو هي هاد لي بروتوزوار ولا الحيوانات الاوليه؟ هي كائنات حيه ما كتبانش بالعين، حيت مكونه من خليه وحده، دونك لي فورمي دون سول سيلول. هاد لا سيلول اللي مكونه من لي بروتوزوار عندها ان فري نوايو، النواه ديالها حقيقيه بيان ديستانك، باينه مزيان، على العكس ديال المجموعه الثانيه اللي هما لي باكتيري. يعني هاد لي باكتيري حتى هما سو دي زونيسيلولار، يعني كائنات حيه عندها غير واحد الخليه، ولكن الفرق بينها وبين البروتوزوار هو ان لي باكتيري يلزون ان فون نوايو، يعني ما عندهمش ان نوايو ديستان، ما عندهمش واحد النواه اللي باينه. داكوغ، واضحه. لي شامبينيون ميكروسكوبيك هادو يلزون كونستيتيو دو سيلول فيجيتال، على العكس ديال دوك جوج الوالا بروتوزوار باكتيري، يلزون كونستيتيو دو سيلول انيمال. شامبينيون ميكروسكوبيك مكونين من دي سيلول فيجيتال، راكم عارفين الفرق بين سيلول فيجيتال انيمال. الفيجيتال زايده بواحد ليليمون اللي هو لا باغوا سيلولوزيك، الوغ كو الاخرين عندهم سولمون تخوا زيليمون، يعني شامبينيون ميكروسكوبيك ربعه ديال لي زيليمون، و لا سيلول انيمال راه عندها تخوا زيليمون: نويو سيتوبلازم ممبران سيتوبلازميك. شامبينيون عنده نويو ممبران سيتوبلازميك اي سيتوبلازم اون بليس ديال هاد الباغوا اللي قلنا سيلولوزيك. دونك في الاخر كاين لي فيروس، هاد لي فيروس ils ne sont pas des cellules، يعني ils sont بحال تقول ils sont formés مكونين واحد الكومبلكس ديال 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 لي ماكرو ايليمون. داكوغ، يعني ما مكونينش هما من الخليه، هما صغار من الخليه. داكوغ، وهاد لي فيروس لا كاركتيريستيك اللي عندهم، الخاصيه اللي عندهم، هما ils sont des parasites obligatoires، يعني ما يقدروش يعيشوا برا ديال الخليه، خصهم ضروري الخليه وتكون حيه هذيك الخليه باش يقتاتوا عليها، يبارازيتيوها. داكوغ، يتطفلوا عليها ويستغلوها باش انهم يديروا من راسهم دي كوبي. داكوغ، يتكاثروا. دونك جينيرالمون هادو الربعه ديال لي تيب، ما غنكثرش بطبيعه الحال، نقدر ندير فيديوهات اخرين من بعد فيهم الديتاي ديال هادشي اللي تنقول. دونك غادي ندوزو دابا لي بروبريتي باتوجين. علاش هاد الربعه ديال لي جروب اللي هضرنا عليهم، بروتوزوار، باكتيري، شامبينيون، ميكروسكوبيك، مع لي فيروس، كيفاش كيقدروا يمرضوا الجسم ديالنا؟ يقدروا يمرضوه حيت تيكون عندهم واحد بريسك واحد تخوا كاركتيريستيك. داكوغ، واحد ثلاثه ديال لي بروبريتي باتوجين، ثلاثه الخاصيات المورده. الاولى ملتيبليكاسيون رابيد، هذه كتكون عند لي باكتيري اسونسيلمون. داكوغ، كما قلنا بان لي باكتيري اونيسيلولار ولكن ان فو نويو. هاد لي باكتيري الى لقاو لي كونديسيون فافورابل، مثلا جرحتي دخلت لك البكتيريا وصلت لك للدم ديالك، ملي تدخل الدم اش كتلقى في الدم؟ كتلقى درجه الحراره ديالك مزيانه 37، يكون الجو بارد برا ولا سخون، ما عندها غرض، الجسم ديالك غيوفر لها 37 على درجه الحراره بحال درتي لها كليماتيزور. ومن بعد الدم ديالك هو اللي تينقل التغذيه، يعني كاين فيه لي نيتريمون، وبالتالي كاين ما يتكال درجه الحراره مزيانه، لي باكتيري تيبداو يديروا دي ملتيبليكاسيون. داكوغ، تيتكاثروا، كيديروا واحد ملتيبليكاسيون رابيد، كيتكاثروا بسرعه حيت الظروف ملائمه. هادشي علاش الجسم ديالك تيطلع السخانه بعض المرات كتحس انت بالسخانه، يعني ما بقاش 37 دوغري سيسيوس، طلعت 38 39 تقدر توصل 40. داكوغ، ملي كتطلع درجه الحراره انت كتحس بالسخانه، ما باقيش كتسد لك الشهيه، كتحس بالعيا، كتبقى غير جالس في بلاصتك. حتى الجسم ديالك، يعني السيستيم ايمونيتير، هاد المناعه ديالك اللي هي اسونسيلمون الكريات البيضاء، لي جلوبول بلون، لي لوكوسيت، هادو كلهم الاسماء ديالها، دونك تيقضيو على هذاك الباتوجين، على ديك البكتيري. ملي تيقتلوها تتعاود تهبط لك السخانه من جديد، وكتنوض كدير لي زاكتيفيتي ديالك. داكوغ، لا توكسيمي، لا توكسيمي سي لا سيكريسيون ديال توكسين، هي الافراز ديال لا توكسين. شنو هي التوكسين؟ بالعربيه هي السمين، واحد الماده سامه كتفرزها بعض الجراثيم، بكتيري ولا شامبينيون، المهم كيفرز لنا هذه الماده، وهذه الماده هي اللي تتمرض الجسم. داكوغ، تتكون ماده سامه.
وكاين عاوتاني لي ميكرو اورغانيزم اللي عندهم خاصيه واحده اخرى اللي هي لا بريزونس دي كابسول دي باكتيري اسونسيلمون. هما اللي كيكون عندهم واحد الكابسول واحد الكبسوله واحد الغلاف اضافي ياك اون انفلوب سوبليمونتير تتخليهم يفلتوا من الماكروفاج يعني اي سيلول واي فاجوسيت بغات تقبضهم دير لهم فيكساسيون ودير لهم لا ديجيستيون تحطمهم يعني اي كره بيضاء باش تشدهم تقضي عليهم ما تقدرش تقبضهم حيت عندهم داك الغلاف الاضافي تيخليهم يفلتوا ليها داكوغ سي بيان. دونك هادو تخوا بروبريتي دونك اللي غادي نقول في لي ميكرو اورغانيزم هاد العناصر اللي غتهجم على الجسم باش جينا الفكره ساهله وبسيطه. عندنا اربعه ديال الانواع ديال لي ميكرو اورغانيزم هما هادو وعندهم ثلاثه ديال لي بروبريتي باتوجين سالينا البارتي الاولى ديال لي ميكرو اورغانيزم داكوغ غندوزو دابا علاش ملي كيبغيو هاد لي ميكرو اورغانيزم ياتاكيو الجسم يدخلو الجسم ويقضيو عليه. الجسم كيتدافع على راسو بحال عنده واحد دو ميغ ديفونسيف عنده جوج ديال الجدران الدفاعيه الجدار الاول والجدار الثاني. شنو هو هذا الجدار الاول شنو هو هذا الجدار الثاني؟ الجدار الاولاني كيتولد مع الانسان كيتسمى هذا ليمونيتي ناتورال داكوغ ليمونيتي ناتورال. هادشي يعني كاع اللي غنذكر هنايا في هاد الدرس ديال ليمونيتي ناتورال في هاد الفقره ديال ليمونيتي ناتورال راه كتولد مع الانسان داكوغ. بينما الجدار الثاني هو اللي تيتسمى ليمونيتي سبيسيفيك هذيك عاوتاني كتسمى ايمونيتي سبيسيفيك ولا كتسمى ايمونيتي اكيز مازال ما غنهضر عليه هو الاخراني داكوغ. ايمونيتي اكيز يعني معناها مكتسبه يعني هذه ما كتولدش معنا كنكتسبوها كنديروا لها لاكيزيسيون الاكتساب من بعد ما كنمرضوا بهذاك المرض عاد كنكتسبوا مناعه ضده داكوغ. حتى كتمرض كورونا عاد كتكتسب مناعه ضد كورونا. هذا هو الجدار الدفاعي الثاني نعاود من جديد شكون اللي غيهاجم على الجسم غيهاجموا عليه لي ميكرو اورغانيزم. شكون كيفاش تيدافع الجسم على راسو عنده دو ميغ ديفونسيف جوج ديال الجدران الدفاعيه الاولاني كيتسمى ايمونيتي ناتورال هذه كتولد معنا ولا تم التجاوز ديالها الى الميكروب قدر يتجاوزها غادي تعرض ليه ايمونيتي سبيسيفيك الجدار الدفاعي الثاني. اما الا كان شي ميكروب واعر وتجاوز الجدار الاولاني والثاني هذا كيعني ان داك الشخص غادي يموت الجسم ديالو ما قدرش يقضي على الميكروب الميكروب هو اللي ربح غيموت هذا الشخص. اذا جوج ديال الجدران الدفاعيه نبداو بالاولاني اللي هو ايمونيتي سبيسيفيك رد معايا البال ولا بغيتي دير واحد الشيما بوريقه وستيلو يكون حسن. دونك ايمونيتي سبيسيفيك ولا سمحوا لي ايمونيتي ناتورال يعني نون سبيسيفيك داكوغ كتولد مع الانسان فاش كتمثل ببساطه ايمونيتي ناتورال كنقدروا نقسموها لثلاث باريير كاين اللي تيقسمها جوج نقدروا نزيدوا ثلاث باريير المهم اسونسيلمون راه كاينين ثلاث داكوغ. شنو هما هاد لي باريير؟ كاين باريير ميكانيك شيميك ايكولوجيك ملي تتسمع باريير ناتورال باريير حاجز غيمنع شي حاجه ما تدخلش. اذا الطرق باش تمنعها اما ميكانيكمون اما شيميكمون اما ايكولوجيكمون. كيفاش ميكانيك؟ باريير ميكانيك الا شفتو هنا في هاد الصوره اللي عندكم في الجن تيبانو لك بان الهواء عامر لي بكتيري ولكن ما قادرينش يوصلوا للدم حيت شكون هو المشكل كما قلت قبيله هو البكتيري لا ولا الجرثوم كاع بشكل عام يعني الميكرو اورغانيزم الا مشى وصل للدم شكون اللي كيمنعو ما يوصلش للدم؟ اول حاجه هي الجلد غادي تشوف في اليد ديالك غتلقى عندك الجلد هو اللي ما تيخليش الميكروب يوصل للدم داكوغ. دونك هذا كيتسمى باريير ميكانيك بحالو بحال لي سيل دوك الاهداب اللي تيكونوا هنا في النيف وتيكونوا هنا كذلك في هاد لي فوا ريسبيراتوار بحال واحد الشعر داكوغ صغيبات صغار تيبلوكيو الميكروب ما يوصلش للداخل. وكاين لي باريير شيميك هما مجموعه ديال لي سيكريسيون هما كاع دوك لي سيكريسيون اللي في الجسم ديالنا الافرازات اللي في الجسم واللي كتمنع الميكروب ما يدخلش بحال كمثال هاد لي سيكريسيون اللي كاينين في لو نيك هاد الميكوس بحال الصليب بحال لي لاغم الدموع بحال لي سيكريسيون غاستريك داكوغ بحال لي سيكريسيون جينيتال الافرازات التناسليه حتى هي كتمنع الجرثومه ما يدخلش لان الجسم ديالنا ماشي بحال حطيتيه في ميكا سوداء غلفتيه لا عندنا فتحات كاين الودن كاين العين كاين الانف كاين الفتحات التناسليه ايتترا. اذا هذوك الفتحات يقدر يدخل منهم حيت الباقي تيلقى فيه الجلد ملي تيمشي لديك الفتحه تيبغي يدخل منها كيلقى الميكوس كيجي لنا كيبغي يدخل كيلقى كمثال لاصاليب ايتترا ايتترا. هاد السوائل ولا هاد لي سيكريسيون هما اللي كيتسموا لي باريير شيميك. وكاين الباريير ايكولوجيك شنو هو؟ هو ان الجسم ديالنا في المصرن بالضبط لي زانتيستا كاين عندنا واحد النوع ديال لي باكتيري ما تيأذيوناش حنا هاد لي باكتيري كيقتاتوا على الفضلات ديال الانسان دوك لي ديشي اللي كيكونوا في الاوغو انتيستا وبطبيعه الحال ملي كيكونوا مستعمرين هاد القنت كاملها اي باكتيري جديده بغات تجي لهنا وحتى هي تقتات على دوك الفضلات ما كتلقاش بلاصتها تيغلبوا عليها لانهم هما كثار داكوغ تيخليو لها ما تاكل ايتترا. دونك هذا هاد النوع بحال كمثال الشيريشيا كولي واحد النوع ديال الباكتيري تيكون في ليزانتيستا هذا كيتسمى باريير ايكولوجي تنظن راه مفهومين هاد لي باريير. اذا نعاود جديد ايمونيتي ناتوريل هي ببساطه لي باريير ناتوريل يقدر يكون ميكانيك شيميك ايكولوجيك على حساب المهم باريير ناتوريل هادو كيتولدوا معنا بحال الجلد كيتولد به الانسان كاين شي واحد تيتولد مسلوخ كلشي كيتولد بالجلد ديالو ايتترا داكوغ هادشي علاش تسمى ناتوريل. بون ولكن هاد الجلد ديالنا مثلا بحال هاد الحاله كما تشوفوا راه يقدر يتجرح يضربك مسمار يضربك شي ابره شي حاجه حاده دونك ملي غادي يضربك غادي يدخلوا لي ميكروب بحال انك تشوف هاد لي بانغل هذا اللي دخل هنا داكوغ دخل معاه دي باكتيري وفاش دخلوا هنا لهاد لي باكتيري دخلوا لهنايا للجسم شنو اللي كيوقع؟
لاحظ معايا هاد الكابيليغسون كاع هاد الشعيرات الدمويه داكوغ، ملي جينا لهنا شنو وقع؟ تمددات داكوغ، ملي تمددات الكميه ديال الدم اللي غتجمع هنا غتكون كبيره، وهادو هما لي جلوبيل بلون الكريات البيضاء كيسموه لوكوسيت، وهادو لي جلوبيل روج الكريات الحمراء. شكون هي المناعه عندنا؟ شنو هو السيستيم ايمونيتير؟ اساسا مكون من الكريات البيضاء من لي جلوبيل بلون. ها هو هاد لي جلوبيل بلون بالانواع ديالهم، مازال نشوفوا الانواع، دونك غادي يخرجوا باش يمشيو عند هاد الميكروب يحاولوا يقضوا عليه. ديك الظهيره فاش يخرجوا من هنا ويمشيو عنده كتسمى لاديابيداز، وفاش يخرجوا عن طريق لاديابيداز، لاديابيداز غير سميه وصافي، المهم تيخرجوا من هنا لهنا داكور، تيمشيو باش يقضوا على هاد الميكرو اورغانيزم بواحد الظاهره سميتها لافاغوسيتوز. دابا كيفاش دايره هاد الظاهره ديال لافاغوسيتوز؟ ورد معايا البال، هادي راه كيسولكم بزاف عليها في الامتحانات، لا صحاب ثالثه اعدادي ولا صحاب البكالوريا داكور. هاد لافاغوسيتوز عندها مراحل، كيفاش تدير هاد لافاغوسيتوز؟ غادي نجيو ببساطه نشرح لكم. قبل ما نشرحها ما ننساوش بان هذه اش كتسمى هاد العمليه؟ لا ريبونس انفلاماتوار. شنو هي ريبونس؟ يعني واحد الاستجابه، يعني الجسم ديالك ملي تجرح دار واحد رده الفعل، وهي هذه الاستجابه سي انفلاماتوار، يعني التهابيه، يعني هذه البلاصه التهبات، شي وقع فيها التهاب، عندك شي ضريبه في الجلد ديالك غيبان لك بان ديك البلاصه ملتهبه، يعني كتكون غادي تلقى عندها اربعه ديال لي سامبتوم، اربعه ديال الاعراض، غادي تحس بالدولار، الالم في ديك البلاصه اللي راه مضروبه، غوجور كتلقى ديك البلاصه حمراء خاصة البارتي الفوقانيه فيها، الشالور ديك البلاصه تكون سخونه شويه بارابور البلايص الاخرين، ايغونفلومون ديك البلاصه تكون منفوخه، راكم عارفين علاش، هنايا راه تيبان لكم في الموضوع، دونك هادشي كله راه غيكون غونفلي. نمشيو لهنا، دونك جو ريبيت، ريبونس انفلاماتوار معروفه بربعه ديال لي سامبتوم، هما هادو اللي قدامكم، بوان سي تو. كيمشيو هاد لي جلوبين بلون باش يقضيو على البكتيريا عن طريق واحد الظاهره سميتها لافاغوسيتوز، ها هي. اذا هادي فاغوسيتوز هي الظاهره اللي غتوقع، وهاد لاسيلول اللي غدير لافاغوسيتوز، هاد الكريه البيضاء اللي دير لافاغوسيتوز، كلهم تيتسموا دي فاغوسيت. الا لقيتي في الاخر سيت كتعني سيلول، هادي راه الاخر ديالها سيتوز يعني الظاهره، ولكن هادي الا بغينا نعطيوها اسم غادي نسميوها الفاغوسيت. ها هي الشيء فاغوسيت يعني سيلول كي فا فير دو لا فاغوسيتوز. هاد لا فاغوسيتوز هاد المرحله راه كيقول لكم بزاف عليها، كيقول لك رتب لي هاد المراحل اللي يقدر يعطيهم لك اربعه، وكرتب شكون جات الاولى على الاخر ايتترا، نشرحهم باش كتقدر تعرف تتعامل معاها. اول مرحله هي لاديزيون، ولا كتقدر تسمى لا فيكساسيون، يعني مرحله ديال التثبيت، يعني هنا تيبان لك بان هاد الفاغوسيت راه جات فيكسات البكتيري داكور، وبحال قبيله قلنا راه كاين لي بكتيري اللي عندهم لونفولوب ديالهم كيخليهم يفلتوا من هاد لا فيكساسيون، من هاد لاديزيون. دونك ليطاب الاولى كتسمى اديزيون تثبيت، المرحله الثانيه كتسمى انجيستيون البلع، ها هي سرطاتها. المرحله الثالثه هي ديجيستيون، ها هي بدات كتقطع فيها كتقرب. والمرحله الرابعه لغوجي دي ديبغي داكوغ، يعني داك الديبغي داك الحطام تطرحو على برا. هذه هي الظاهره ديال لافاغوسيتوز، هكذا كتعامل الكريات البيضاء ديالك مع لو باتوجين بشكل عام داكوغ، يعني يقدر يكون بو امبورت هذاك الميكرو اورغانيزم اللي دخل عندك، اي بكتيري بروتوزوار ولا شي حاجه، راه لي فاغوسيت هادشي اللي تيديرو داكوغ. بون، الحاجه اللي بقات لنا في الاخر ديال ليميونيتي ناتوريل، ليميونيتي ناتوريل عندها تخوا بروبريتي. الحاجه الاولى هي اني، يعني خلقيه، يعني كتكون مع الانسان، يعني ناتوريل كتولد معاه، كما قلنا الجلد تيتولد معنا والدموع يتسدر ويتسدر، ورابيد، يعني غير كيدخل داك لو جيرم مثلا دخل الجلد كتمشي كتوقع عليه لا فاغوسيتوز، قبل ما يدخل الجلد تيحاول يمنعو في ديك البلاصه ما يوصلش، اخترق الجلد كتوقع عليه لا فاغوسيتوز. بطبيعه الحال نعاودوها من جديد، الا اخترق لي باغيير تتوقع لا ريبونس انفلاماتوار، يعني كيخرجوا عنده هاد الكلوبيل بلون، وموراها غادي توقع لا فاغوسيتوز. راه هذه هي ليميونيتي ناتوريل، كاين ثلاثه الحوايج، باغيير ناتوريل، ولا تخترقوا كتوقع ريبونس انفلاماتوار، واثناءها كتوقع لا فاغوسيتوز، بوان على ليني، هذه هي ليميونيتي ناتوريل. دونك كنقولوا نون سبيسيفيك، علاش نون سبيسيفيك؟ حيت كتاتاكي الميكروب، بو امبورت لو ميكروب، يقدر يكون مثلا نقولوا كما قلنا، يقدر يكون كمثال واحد النوع ديال لي باكتيري، ولا يكون مثلا بروتوزوار، يكون اللي بغا يكون غاتاتاكي هاد ليمينيتي داكوغ، ما كتميزش هي، ما عندهاش كمثال، ما كتمشيش بريسيزامون لواحد بالضبط، لا كتقدر تمشي ليهم كاملين، اي عنصر باتوجين كتمشي عندو داكوغ. دونك هادي في ليمينيتي ناتوريل. دونك باش تحط هنايا نقطع الحروف، ميكروب الميكرو اورغانيزم، لي ميكرو اورغانيزم باش هضرنا عليهم كاين اربعه ديال لي تيب، تخوا بروبريتي باتوجين، ليمينيتي ناتوريل كاين لي باغيير كيتخترق وكتوقع لا ريبونس انفلاماتوار، او بطبيعه الحال موراها كتوقع باش نساليو ديك لا ريبونس انفلاماتوار، خلالها كتوقع الظاهره اللي سميتها لافاغو سيتوز. مهمه هذه المساله، رد لها البال. دابا راه نشوفوا واحد الميكروب مثلا عنده، نقولوا عنده كمثال الكابسيول، يقدر يفلت لهادي داكور، ولا كمثال المهم شكل من الاشكال كان كيتكاثر بسرعه، ملتيبليكاسيون رابيد، ولا كيفرز التوكسين، ولا المهم تجاوزنا هاد ليمينيتي ناتوريل. شكون اللي غيدخل؟ غيدخل الجدار الدفاعي الثاني اللي هو ليمينيتي سبيسيفيك، يعني ليمينيتي اكيز
داكوغ. هنا السميه ماشي شي فيري وهبه داكوغ. كاين هاد السميه ليميونيتي سبيسيفيك يعني واحد المناعه نوعيه كتمشي لواحد النوع يعني كتمشي سبيسيفيكمون كتمشي لواحد الميكرو. يعني مثلا دوك المضادات الكورونا كيتصوبوا غير الكورونا ما غياتاكيوش شي فيروس اخر بحال الزكام ولا شي حد مي اتاكيوش داكوغ. دونك سبيسيفيك وكتسمى كذلك ليميونيتي اكيز لان كنكتسبوها مور فاش المرضو عاد تنكتسبوها. قبل ما نشرح اي حاجه في ليميونيتي سبيسيفيك حيت هذه مهمه بزاف وهذا هو اللب ديال كاع المناعه كاملها. وهنا فاش كيتحطوا لكم بزاف التمارين الناس اللي غيدوزوا امتحانات دونك هنايا خصك ترد معايا مزيان داكوغ مزيان. سيدي نبداو بالاولى قلنا ايمينيتي سبيسيفيك غنشرحوها ولكن قبل خصني نعرف واحد لونسومبل ديال لي ديفينيسيون واحد مجموعه المصطلحات مجموعه الكلمات نخدموا بهم. توكسين باين شنو هي توكسين؟ واحد الماده سامه كتفرزها الجراثيم بيان. لانا توكسين راه تزاد فيها غير ديك انا في الاول. انا توكسين هي توكسين في حد ذاتها ولكن فقدات ديك السميه ديال ما بقاتش سامه بقى فيها غير الشكل داكوغ. اذا هنا تيبان لك بان هاد لانا توكسين ممكن نخدموها لقاح باش ما يمرضش الانسان بديك التوكسين. مثلا تشدوا لانا توكسين ديال شي مرض معين اذا كنقبطوا التوكسين كنردوها انا توكسين يعني كتفقد السميه ديالها. ملي غنحقنوها لداك الجسم ديال الانسان اش غيدير الجسم؟ واش غيعتبرها غيمشي يقول بلاتي هذه واش تمرضني ولا ما تمرضنيش؟ ما غيميزش هو. حنا عارفين بان سيتون انا توكسين ما غتمرضوش ولكن الجسم غياتاكيها غيمشي ياخذها العبارات الفصالات طق 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 غيصوب لها المضادات الخاصه بها غيفصلهم ليها. ملي الانسان مثلا واحد حقنا ليه لانا توكسين الجسم ديالو صوب المناعه ضد ديك لانا توكسين. ملي غتدخل التوكسين اللي تتشبه لها ما غتمرضوش حيت غتلقى في الجسم ديالو بعدا دوك لي زونتيكور مثلا اللي ضدها غيمشيو ياتاكيوها داكور. دونك توكسين انا توكسين نمشيو سيدي دابا لاش لونتيجين. شنو هو لونتيجين؟ لونتيجين خاص تحققوا فيه جوج شروط. هو واحد العنصر غريب بعدا يعني ما كينتمش للجسم واحد العنصر غريب داكور. وهذا لونتيجين مثلا اللي هو عنصر غريب كابابل باش انه يسبب واحد لا ريبونس ايمينيتير سبيسيفيك ضده يعني كيدير ظهور واحد المضادات ضده كيخلي المناعه تهجم عليه تفصل ليه المضادات ديالو ايتترا. هذا هو انتيجين عنصر ممرض صافي. انتيكور هو واحد الجزيئات كتصوب بطبيعه الحال كيصوبها الجسم ديالنا وكتكون موجهه لواحد الانتيجين معين. يعني كل انتيجين غيسبب لنا عنده الانتيكور الخاص به. يعني كورونا عندنا الناس اللي تقاتوا به عندهم لي زونتيكور اللي ضد كورونا. الناس اللي تقاتوا بالانفلونزا ديال هذا العام عندهم لي زونتيكور ضد الانفلونزا ديال هذا العام. يعني شاك انتيجين عنده الانتيكور الخاص به. نمشيو للسيروم. السيروم هو المصدر العربيه هو واحد السائل كنجيبوه من التصفيه ديال الدم وكيكون بطبيعه الحال فيه لي زونتيكور. يعني في التمارين نتوما باش تجيكم ساهله القضيه الا قال لك حقنا واحد السيروم لواحد لاسيوري حقنا واحد السيروم لواحد الفار عرف باننا حقنا ليه لي زونتيكور. يعني السيروم ببساطه هو سائل فيه مضادات الاجسام فيه لي زونتيكور. عطيك قصه بسريع وبالعاجل نحاول ندرك هاد الغيه باش غادي تفهم اكثر. دابا بالنسبه للسيروم مثلا الا قلنا بغينا ناخذ واحد السيروم ضد واحد السم ديال واحد الفار مزيان واحد النوع ديال الافاعي معين شي كوبرا مثلا شي نوع ديال الكوبرا داكوغ. الا كان ديك الكوبرا في ديك المنطقه مثلا اللي بغينا نصوبوا للناس ديالها السيروم اللي ضد السم اش غندير؟ اول حاجه كتمشي كتجيب ديك الكوبرا كيصيدوا هذوك الناس اللي ديك المنطقه تجيب الكوبرا كتدير المختبر كتبقى تعطف شي كاس كتحب لها راه عطات شي جلده كتفرز السم ديالها كناخذ السم تنخففوه ولا كمثال تنحقن واحد الكميه اللي قليله لواحد مثلا الحصان داكوغ. دونك هنا جو دينا بروتوكول ولكن المهم غير باش توصل الفكره غنحقن لواحد الحصان بواحد الكميه قليله. هذاك الحصان واش غيصوب المضادات ديال داك السم في ديك البلاصه في ديك الوقيته؟ لا. هاد الميونيتي سبيسيفيك راه خصها مده باش كتخدم. خصك على الاقل واحد السيمانه 15 يوم 21 يوم. ولا عقلتو في كوفيد راه ملي عطاوكم الجرعه الاولى ما قالوكش اش غير تلين زيدوك الثانيه قالوك سير واحد 15 يوم داكوغ. دونك ملي كتجي كمثال حقنا لهذاك الحصان هاد لونتيجين اللي هو السم ديال ديك الكوبرا مشينا واحد 15 يوم واحد الشهر تقريبا. حنا عارفين بلي دابا المضادات تصوب فين غيكونوا؟ غيكونوا في الجسم ديال الحصان بالضبط فين؟ في الدم. اذا غناخذوا الدم وغنصفيه ونحيدوا داكشي اللي ما بغيناش منه لي غلوبول روج لي غلوبول بلون لي بلاكيت لي فيبرينوجين ايتترا. ملي غنحيدوا كاع دوك العناصر ما يبقاوش غيبقى لنا غير السائل اللي فيه لي زونتيكور ضد داك السم تفهمنا صافي. وهذاك هو اللي تيتبع داك هو المصل المضاد ضد السم بالافعى. اذا اون فوا سمعتي غير سيروم راه فيه دي زونتيكور ولي زونتيكور راه سبيسيفيك كل انتيكور سبيسيفيك لواحد الانتيجين. نتمنى تكون فهمتي الفكره لان هادشي ضروري منه باش نقدروا ندوزوا لحاجه اخرى. دوزو دابا الى ما فهمتيش مزيان عاود سمع المقطع الله يرضي عليك باش عاد تكمل. دونك ندوزو دابا لا ريبونس سبيسيفيك ايمينيتير سبيسيفيك. لا ريبونس ايمينيتير سبيسيفيك وهنا ربط مزيان البال راه فيها دو فوا ساهلين فيها جوج ديال الطرقان كاينه اما لا فوا ايمورال اما لا فوا سيلولير. يعني لا ريبونس ايمينيتير سبيسيفيك كاين فيها اون ريبونس ايمينيتير سبيسيفيك افوا ايمورال وكاين افوا سيلولير. فوا ايمورال يعني مسلك خلطي فيه الاخلاط السوائل ايتترا. وفوا سيلولير راه باينه يعني مسلك خلوي هنا غيدخلوا الخلايا وما الى ذلك مزيان.
باش نعطيك فكره اوليه، ايمورال كيدخلوا فيه لي زونتيكور سيلولير، تدخل فيه واحد النوع ديال لي غلوبول بلون، يعني واحد النوع ديال الكريات البيضاء، ديال الخلايا البيضاء هي اللي تدخل باش تقتل. زعما نشوفوا كيفاش دابا كيوقع هادشي. نبداو بالاول ريبونس ايمونيتير افوا ايمورال. ركز معايا مزيان، اول حاجه شكون اللي تيدخل؟ قلنا واحد النوع ديال الكريات البيضاء، ياك ديال لي غلوبول بلون، سميتهم لي لانفوسيت بي. اذا وقت ما سمعتي لانفوسيت بي راه هو ايمورال. مزيان كمل. كتجي لي لانفوسيت بي، هاد لانفوسيت بي عندها كاركتيرستيك، عندها واحد الميزه انها قادره تعرف على الانتيجين، داكور، واحد العنصر معين مثلا كورونا، قبطات لنا كورونا عند لانفوسيت بي، كتعرف عليه بانه عنصر غريب، حيت هادي كتراقب الجسم، تقدر تشد واحد الكريه حمراء تقول لك هادي ديالنا هادي خليها تزيد، ولكن ملي تقبض كورونا كتعرفوا بانه عنصر غريب. دونك درت هنا لا ريكونيسونس، تعرف مرحله التعرف، عرفاتو عنصر غريب، اش غادير دابا ملي عرفاتو؟ غادي تاكتيفا، كيما تاكتيفي الواي فاي كذا في التليفون ديالك، حتى هي غادي ترجع نشيطه، غادي تاكتيفا، اكتيفاسيون، هادي دوزيام ايطاب، ثروزيام ايطاب غاتوقع لها بروليفيغاسيون، كيما بان لك تما راه التكاثر، غادي تكاثر هاد لانفوسيت بي، وفاش تكاثر لانفوسيت بي، غادي توقع لها ديفيرونسياسيون، ديفيرونسياسيون يعني التفريق، يعني غاتعطيني دو جروب، غادي تعطيني ديال لانفوسيت بي ميموار، ذاكرة، هادو كيعيشوا مدة طويلة كيبقوا في الجسم، علاش؟ باش نعاود ندخل هاد نفس الانتيجين مستقبلا موراها بعام عامين كذا، الجسم ديالنا غيقضي عليه بسرعة. مثلا هذه أول مرة تيدخل الانتيجين، غيمرضنا مثلا سيمانة، ولكن إلا مشى مستقبلا عاود دخل، غيمرضناش سيمانة، نهار يومين سالي يومين، ويقدر كاع الإنسان ما يمرضش كله على حسب المناعة ديالو، داكوغ؟ إذا جروب كيعطينا ديال لانفوسيت ميموار كيما راه باين لكم هنا، داكوغ؟ بارتية، والجروب الآخر تيعطيني دي بلاسموسيت، شناهي هي بلاسموسيت؟ هي ببساطة ديال لانفوسيت بي بروديكتور دي زونتيكور، يعني لانفوسيت بي قادرين يصوبوا لنا لي زونتيكور، واخا هما اللي صوبوا لنا هاد لي زونتيكور، يعني شنو هادشي؟ يعني لي زونتيكور راه تيصوبوا لنا لي لانفوسيت بي اللي هما نوع ديال الكريات البيضاء، داكوغ؟ وهاد لي لانفوسيت بي ملي صوبوا لنا لي بلاسموسيت، ملي صوبوا لنا باردون لي زونتيكور، فين غيمشيو هاد لي زونتيكور؟ كيما باين لك هنايا، بلاسموسيت هي فرزت لنا هاد لي زونتيكور، هما اللي دايرين بحال هاد لافورم إيكغيك بزرق، كيمشيو كيقلبوا علاش؟ على هاد لونتيجين اللي هو سبب باش تصوبوا، كان سببهم باش يتصوبوا. مين تيلقاو تيضروا به وتيشكلوا معاه ما يسمى لو كومبلكس اومان، مركب المنيع نسبه لليونيتي المناعه. اشنو كيدير هاد الكومبلكس اومان؟ صافي تيتفيكس هاد لونتيجين، ما باقي يقدر لا يدير سيكريسيون دو لوتوكسين ولا ملتيبليكاسيون ولا تبلوكا، صافي دابا كتسهل القضيه باش غادي يجيو وتقضي عليه، يعني الفاغو سيت، وبالتالي عن طريق ظاهره ديال الفاغوسيتوز، داكوغ؟ هادي راكم فهمتوها البارتي الاولى، دونك سي كلير. دونك هنايا اللي غنعرف لا فوا ايمورال شكون اللي مسؤول عليها؟ لي لانفوسيت بي، داكوغ؟ كيصوبوا لنا لي زونتيكور، كيضربوا بالونتيجين كيسكلو كومبلكس اومان باش كنقضيو عليه عن طريق الفاغوسيتوز. اذا فيها اربعه المراحل هما هادو، ريكونيسونس اكتيفاسيون بروليفيراسيون ديفيرونسياسيون، داكوغ؟ وعاوتاني الجانب الاخر اللي خص تردوا البال هو راه في الامتحانات تيقول لكم، كيعطيوك واحد التمرين وتيقول لك اش من كاين لي تيب ديمينيتي اللي كاين هنا في هذا التمرين. الا لقيتيهم كيهضروا في داك التمرين غير على لي لانفوسيت بي ولا بلاسموسيت، يعني نيت لانفوسيت بي، ولا كيهضروا على لي زونتيكور، هاد ثلاثه الكلمات غتقول لهم سيتون ايمينيتي سبيسيفيك افوا ايمورال، ولا سيتون ايمينيتي اكيز افوا ايمورال. اذا وقت امتى نقول ايمورال؟ امتى؟ الا كانت لانفوسيت بي ولا انتيكور ولا بلاسموسيت. جو بونس كي سي كلير. غادي ندوزو لافوا الاخرى حيت كاين دو فو، داكور؟ لافوا الاخرى اللي قلنا هي، قولها لي باش تشوفوا واش عقلتي على السميه ديالها. دونك هي هذيك لا ريبونس ايمونيتير اكيز افوا سيلولير. نور افوا سيلولير غتلقى بزاف ديال التشابه، تبع معايا. الحاجه الاولانيه لي طاب الاولى هي لا ريكونيسونس نيت، ولكن هذه المره شوف معايا شكون اللي دخل. الا رديتي البال هنا راه كاين ديال لانفوسيت واش بي؟ لا، كاين تي ديال لانفوسيت تي. اذا هاد لا فوا سيلولير كيتكلف بها ديال لانفوسيت تي. اذا وقت ما سمعتي لانفوسيت تي في شي تمرين وسولك على النوع المناعه اش غتقول ليه؟ غتقول ليه ايمونيتي سبيسيفيك افوا سيلولير. هنا الحاجه الاولانيه كيبان لك بان هاد الماكروفاج ياك ولا لا سيلول بريزونطاتريس انتيجين، يعني هاد الخليه، هاد الماكروفاج اللي غادي تقبض لنا هاد الانتيجين، غادي تديه لمن؟ غتديه لانفوسيت تي، تقول لها ودي شديها واحد الانتيجين لقيته هنا كيدور في الجسم، داكوغ؟ حيت هادي بوحديتها ما قادراش دير لا ريكونيسونس. شكون اللي خصها يعاونها؟ خصها تعاونها هاد السي بي، كتجيب لها الانتيجين كتقول لها كي واحد الانتيجين، هنا كتقدر تعرف عليه لانفوسيت تي. فاش كتعرف علاش غيوقع؟ اكتيفاسيون، غادي تاكتيفا، ومور لاكتيفاسيون شنو اللي غيوقع؟ بروليفيغاسيون، غاتكاثر، ومنين غاتكاثر؟ ديفيرونسياسيون، بريسك لي ميم زيتاب، داكوغ؟ دونك هنا غادي يعطوني دو جروب، واحد الجروب غيعطيني ديال لانفوسيت تي ميموار، غيعيشوا مدة طويلة يبقاو في الجسم، داكوغ؟ باش إلا دخل نفس لونتيجين عاوتاني يقضيو عليه بسرعة، إلي لانفوسيت تي سيتوتوكسيك، كيتسماو إما كنرمزو لهم إما تي سي، يعني سيتوتوكسيك يعني قاتلة ديال الخلايا، أش من خلايا هي الخلايا اللي مريضة لداخل ديالها لونتيجين، وكذلك
كنقدروا نسميوها تيويت. اذا تيسي ولا تيويت راه بحال بحال دابا هاد لينفوسيت تيسي ولا تيويت فين كيقلبوا؟ كيقلبوا على الانتيجين. ورد معايا البير غنشير لواحد النقطه مهمه غادي تفرق فيها ما بين لافوا سيلولير ولا فوا ايمون. هو هاد لافوا سيلولير كتقلب ماشي كتقلب بالضبط على ايش؟ على لي سيلول انفيكتي يعني الخلايا المعفنه يعني الخلايا اللي كاين لداخل ديالهم الميكرو داكوغ. يعني الميكروب الا كان في الدم غتبعوا ديك لافوا ايمون يعني لي زونتيكور حيت لي زونتيكور تيتسالوا في الدم ما يقدروش يدخلوا وسط الخلايا ديال الجسم ديالنا داكوغ تيتسالوا في الدم غادي يقلبوا على هاد لونتيجين في الدم لافوا ايمون غتقلب على لونتيجين في الدم بواسطه لي زونتيكور. الوغ كو بينما بالنسبه لهاد لافوا سيلولير كتقلب هي بواسطه هاد تي سي يعني فوسي تي سي توكسيك كتقلب على الخلايا اللي لداخل ديالهم كاين الميكروب. اذا الميكروب الا دخل وسط الخليه ديال الجسم ديالنا غتقضي عليه تي لافوسيت تي ولا بقى في الدم غتقضي عليه لافوسيت بي بواسطه لي زونتي كور. هذا راه مهم باش تميزو. مثلا الا قلنا فيروس الفيروسات حنا كما قلنا في الاول الفيديو راه تيدخلوا وسط الخلايا اذا راه ضروري ليهم مناج من لافوسيت تي سي باش تفجر ديك الخليه اللي بطبيعه الحال مخبئ الداخل ديالها الفيروس ديال كوفيد. دونك نجيو لهنا هاد تي سي اش كدير؟ كتمشي كتقلب على لي سيلول اللي كاين لداخل ديالهم هاد لونتيجين ماشي اي اونتيجين ضروري من هاد لونتيجين. ملي كتلقى هاد لونتيجين شنو اللي تدير؟ ببساطه كتلقاها كتبقى كتفرز واحد السائل تيحد واحد الثقب هنايا داكوغ كيدير واحد البوغ وسط هاد لا سيلول. المهم هنايا بجميع الحالات دوك لي ليكيد داك اللانف اللي تيكون داير بلي سيلول تيبدا يدخل لداخل وهاد لا سيلول كتفجر وكتعطيني اللي بغي حطام غيكون هاد الحطام هنا وغيكون مع هاد لونتيجين خرج على برا. اذا ببساطه تي سي علاش تسمى سيتو سيت يعني سيلول وتوكسيك اذا قاتله للخلايا. اي خليه كاين لداخل ديال الميكروب كتفجرها داكوغ. يعني بحال شي واحد مثلا مريض كورونا وكورونا بقى في الرئتين ديالو حيت الكورونا تيكون بزاف في الخليه ديال الرئه اش كدير هاد الميونيتي؟ كتجيو كتفجر دوك الخلايا ديال الرئه اللي داخل ديالهم كاين لونتيجين باش ملي كتقضي عليه تيخرج هو للدم وماشي يخرج الدم ولا الميليو انتيغيور بشكل عام سواء الدم ولا اللب. دونك ملي كتجي كيخرج لتمنيا الدم تيمشي تيقضي عليه لي زونتي كور داكوغ. دونك هاد ديبغي من بعد غنتخلصو منه عن طريق لافاغوسيتوز. اذا ديما لافاغوسيتوز هي اللي كتحيد علينا هذاك الشياط اللي تيبقى ديما تيتحيدو هي داكوغ. سي بون دابا السؤال واش لافوا ايمورال كتخدم بوحدها واش لافوا سيلولير كتخدم بوحدها؟ لا كتوقع بيناتهم لا كوبيراسيون سيلولير التعاون الخلوي يعني يقدر نجمعوه في هاد الخطوط يدخل الماكروفاج. هذا دابا الريزومي ها الا كثرت عليك دوك الافكار تبع معايا شوف هنا واش شديتي شي حاجه ولا لا. الحاجه الاولى كيجي الماكروفاج كتقبض لنا واحد لونتيجين غير من غتدي هاد لونتيجين ورد معايا البال هنا غتبان واحد لا سيلول جديده داكوغ حتى هي نوع ديال الكريات البيضاء. راه ملي تسمع ماكروفاج كريه بيضاء لي فاغوسيت كلهم كريات بيضاء لانفوسيت بي كريه بيضاء لانفوسيت تي كريه بيضاء كاع داكشي كان داكوغ. دونك هاد الماكروفاج ملي تتقبض لونتيجين كتديه لواحد النوع ديال لي سيلول سميتهم تي 4 لانفوسيت تي اوكسيليير. لانفوسيت تي اوكسيليير الرمز ديالهم هو تي 4 هي ديال الفلوس. وهاد تي 4 راه مهمه بزاف انت غتشوف كتلعب لهم السونتر هنا كتلعب هي المركز ديال هادشي كتعرف دارت لا ريكونيسونس تعرفات على هاد لونتيجين وكتبقى تاكتيفينا لي لانفوسيت بي وتاكتيفي لي لانفوسيت تي يعني كتاكتيفي لا فوا ايمورال وكتاكتيفي لا فوا سيلولير. موراها غادي توقع بروليفيراسيون فاش كيتاكتيفي هادو اوتوماتيكمون كيدوزو بروليفيراسيون موراها ديفيرونسياسيون. لانفوسيت بي غتعطينا البي ميموار والبلاسموسيت ولانفوسيت تي غتعطينا السيتوتوكسيك وغتعطينا الميموار. هنايا من بعد شنو اللي تيوقع؟ عادية كما شرحنا قبيله بلاسموسيت كيسنتجو لنا لي زونتيكور كيشكلو مع كومبلكس هيومان كنقضيو عليه بالفاغوسيتوز داكوغ. وهذا عاوتاني كيفرز لنا داك كيصوب لنا تي سي اللي كتقلب عليه سيلول انفيكتي اللي تتفجرهم وتنقضيو عليهم بلافاغو سيتوز. يعني الى هذا هو كوفيد كتقبطو ديك الماكروفاج كتديه مثلا فوسي تي كا تي كتعرف عليه كتقول لهذا نوض تخدمي وكتقول لهذه نوض تخدمي هذه كتكاثر كتكاثر باش ما تقلبش غير بوحديتها كتكاثر بزاف باش يعاونوها الاخرين داكوغ. وكتوقع هادو كيخليوهم كيقولوا لها احتفظي لنا بهاد المعلومات هاد الميموار تيقول لها اجي نحتفظوا بها باش لا تدخل عاوتاني كورونا من بعد نقضيو عليه هاد المره ما يمرضناش داكوغ. لي بلاسموسيت تيقولوا معاكم ها لي زونتيكور يلا يقلبوا نتوما في الدم ولا قبطوا ليا هاد كورونا باليو به شكلوا مع الكومبلكس اوما وديوه باش يتهضم. والاخرين كذلك اللي من هنايا البلاس هاد لانفوسيت تي سي كتمشي كتقلب عليه سيلو انفيكتي اي خليه مخبعه داخل ديالها كورونا كتفجرها وهكا كتحطم ديك الخليه وتيخرج كورونا لبرا باش الدم باش يقضيو عليه عن طريق كومبلكس هيومان وفي الاخر الفاغو سيتوز. اذا راه كيتعاونوا بيناتهم هذا ما يسمى بلا كوبيراسيون سيلولير. راه كاين بلان دانفورماسيون بزاف المعلومات ولكن صراحه بغيت ندير هذا ملخص باش ما نكثرش عليكم مازال نقدر ان شاء الله ندير فيديوهات اخرين فيهم التفصيل داكوغ. دابا ملي جاو هذه لانفوسيت بعدا بي و تي وهاد كاع لي سيلول
لي غلوبول بلون اللي راهم تيدخلوا لنا في ليمينيتي ديالنا. منين جاوا ببساطه كما لي غلوبول بلون الكريات البيضاء ولا الكريات الحمراء كيتصوبوا هنايا يعني في لامويل اوسيز النخاع العظمي داكور. ملي كيتصوبوا في النخاع العظمي كاين فيهم اللي غنردوا دابا البال هو ان بالنسبه للليمفوسيت بي الليمفوسيت بي كيتصوبوا لداخل ديال النخاع العظمي داخل ديال لامويل اوسيز وكتوقع لهم لا ماتوراسيون تما يعني الليمفوسيت بي هنا تيتكونوا وهنا تينضجوا. كيفاش تينضجوا؟ كتوقع لهم ليديكاسيون كيفاش كيتقرا تقول لهم هذا كينتمي للجسم هذا ما كينتميش للجسم داكور باش ملي يخرجوا للدم يعرفوا شكون اللي ديال الجسم يخليهم يهجموش عليه باش ما يقتلوش الانسان من الداخل يقتل راسو براسو وكيعرفوا كذلك ليليمون اللي هو اترونجي باش يقضيو عليه نوتراليزيو داكور. دونك هادو الليمفوسيت بي كلشي يديروا هنا الليمفوسيت تي كتشكل هنا في لامويل اوسيز ولكن لا ماتوراسيون كتوقع هنا في التيميس فين كتوقع هاد التيميس هنا كيجيو كيدخلوا كيدوزوا قاعه الامتحان هي هذه كيدخلوا الليمفوسيت تي كيدوزوا الامتحان اللي جابت الامتحان ديالها صحيح جاوبات على 100% عرفت العناصر اللي غريبه والعناصر اللي كتجمع الجسم ميزاتهم تيخرجوها تمشي تسرى في الدم دير خمسه اللي غلطات غير في واحد المصير ديالها هو الموت كتقتل هنا قبل ما تخرج. علاش؟ لان بطبيعه الحال نفترضوا مثلا عطاوها واحد 100 معلومه وغلطات غير في واحده شكون هذيك فاش غلطات؟ عطاوها واحد العنصر كينتمي للجسم قال لها شوفي هذا قالت لهم هذا عنصر غريب غلطات فيه ملي غتخرج اش غدير؟ غتعتبرو عنصر غريب وتبدا تقتل الجسم من الداخل. اذا اللي غلطات في الامتحان خصها نسبه 100% عاد تخرج من التيموس هذه بالنسبه للانفوسيت تي. وهادو بطبيعه الحال اللي كتشوفوا هنا راه هادو لي كونغليون لانفاتيك هادو دابا كاين دابا عندنا سيستيم لانفاتيك بالاضافه للسيستيم يعني لي فيسو سونغ كاين دي فيسو لانفاتيك وكاين دي فيسو سونغ. شنو الفرق ما بين لا لانف اللي كيجري في لي فيسو لانفاتيك في العروق اللمفاويه والفرق بينه وبين الدم لو سون اللي كيجري في لي فيسو سونغ العروق الدمويه؟ الفرق ما بين لو سون مع لا لانف بسيط هو ان لا لانف تساوي لو سون ناقص لي غلوبول روج يعني هو نيت نفس المكونات ديال الدم ولكن ما كاينش فيه الكريات الحمراء هذا هو السائل ديال اللمف هذا هو اللمف. هاد اللمف كيجري في عروق لمفاويه والعروق اللمفاويه كيتلاقاو في بزاف د البلايص بيناتهم لي غونغليون لمفاتيك العقد اللمفاويه الكواري بحال هما نيت منهم الحلاقم بحال انه هاد الولسيسه اللي كتكون تحت البطن بعض المرات الا ضربك شي سلك مثلا هنا ودخل شي ميكروب اقرب غونغليون لمفاتيك هو هذا غادي تلقى واحد شويه في بعض الحالات بطبيعه الحال ماشي ديما كيوقعش غتلقى ديك الولسيسه اللي تحت البطن نفخات ولا هاد الولاس اللي تيكونوا هنايا في الجنب بطبيعه الحال ديال الرجل بعض المرات كيعيقوك حتى على المشيه داكوغ. دونك هذا فيما يخص لوريجين ديال هاد لي سيلول اللي هضرنا عليهم لي سيلول لانفاتيك. دابا الميثود دو رونفورسمون ايمينيتير كيفاش المناعه ديالك تعاونها داكوغ. الحاجه الاولى بالنسبه للرونفورسمون ايمينيتير كاين لي ميثود بريفونتيف يعني كيفاش تقوي المناعه ديالك باش تكون رده الفعل ديالك قويه. كاين ميثود بريفونتيف يعني طرق وقائيه وكاين دي ميثود كيوراتيف طرق علاجيه. البريفونتيف اشهرهم ولا افضلهم باش نشرحوها هي الفاكسيناسيون يعني اللقاح. شنو هو اللقاح؟ كتحقن الانسان واحد الميكروب اللي هو ديزاكتيفي ما غيمرضوش ديزاكتيفي الا حقنتي ليه كورونا ديزاكتيفي كي بحال راه كانوا اللقاحات ديال كورونا فيهم ميكروب فيه كورونا في حد ذاته اما ديزاكتيفي اما شي بارتي منه داكوغ. المهم كتحقن هذا الجسم ما غتمرضوش الجسم ما غايقولش هذه راه ما غتمرضنيش غيجمع ليها ويصوب لها المضادات وما الى ذلك وغيكتسب مناعه ضدها ملي يدخل كورونا اللي حقيقي غيقاوم. عندنا كنحقنوا اما واحد الميكروب اللي هو ديزاكتيفي ولا اتينيي ولا كنحقنوا لاناتوكسين كما قلنا باش تكتسب مناعه ضد التوكسين ها الفاكسيناسيون. اذا هذه طريقه وقائيه قبل ما تمرض بكورونا كتاخذ لقاح كورونا. والكيوراتيف مثلا السيروثيرابي بحال كمثال كما قلنا شي واحد ضربته شي افعه كنعطيوه السيروم يعني كنعطيوه دي زونتيكور اللي موجودين بعدا ضد هاد الباتوجين اللي بطبيعه الحال ضد هاد لونتيجين داكور. اذا هو الحقن ديال السيروم ببساطه. الفاكسيناسيون باش تكتسب المناعه ما كتكتسبهاش في نص النهار كتحتاج واحد 15 يوم ولا شهر ولا وكتعطيك كتوفر لك نورمالمون خصها توفر لك المناعه مدى الحياه. الوغ كو لا سيروثيرابي يعني السيروم كيعطيك المقاومه ولا كيكون فعاليه ديالو في ديك الساعه ولكن ما كيدومش داكوغ. هذا الفرق بينهم. بالنسبه لي بروبريتي ايمونيتير دابا هاد لي بروبريتي ايمونيتير هما ثلاثه داكوغ. هنا راه خصكم تردوا البال واحد المساله هاد لي بروبريتي راه كيسولوكم عليهم كيما تيسولوكم كيقول لك عطيني النوع ديال ايمونيتي الا كان هضر مثلا غير على الفاغوسيتوز ولي باريير هادي راه ايمونيتي ناتوريل في الغالب تيسولوك عليها تيقول لك عطيني النوع ديال ليمونيتي تيب ديمونيتي وراه في الغالب تيعطوك اما ايمورال اما سبيسيفيك يعني غتقول ليه اما تيجيمونيتي سبيسيفيك افوا ايمورال الا كيهضر على لي زونتيكور لي زونتيكور لي بلاسموسيت ولا لي لانفوسيت بي ولا غتقول ليه تيجيمونيتي سبيسيفيك افوا سيلولير الا كان كيهضر على لي لانفوسيت تي ولا غتقول ليه تيجيمونيتي ناتوريل بطبيعه الحال هذيك اللي ما كتكونش في بزاف الحالات الا كان كيهضر لك مثلا على لي بارير جينيك فقط هي والفاغوسيتوز. سؤال واحد اخر تيتعطى ابار هذا اللي قلت في الاول دابا ديال التيب ديمونيتي هو لي بروبريتي ايمونيتير
لي بروبريتي ايمونيتير فيهم سبيسيفيك اكيز ميموار. كي ندير نفرق بيناتهم غادي يكون سبيسيفيك. الا كان غادي يهضر لك على سبيسيفيك غتلقى في داك التمرين تيعطيك واحد الانتيجين بشكل وانتيكور في شكل اخر. مثلا نقول لك ليزون مثلا حقنا مثلا واحد الفيروس ديال الانفلونزا داكوغ و وحقنا ليه ليزونتيكور ديال كورونا راه هذا راه انتيجين بشكل وليزونتيكور في شكل اخر ماشي ديالو. اذا راه الخاص البروبريتي ايمونيتير ولا لا كاركتيرستيك ايمونيتير اللي بغينا نكتبو ليها هنا راه هي لا سبيسيفيسيتي. يعني غتكتب ليه سبيسيفيك لاكيزيسيون امتى غيكتسب هو المناعه مور فاش يتصاب بداك المرض دونك لاكيزيسيون داكوغ. والميموار راه في الغالب كتكون متعلقه بالفاكسان حيت يكتبولك فيها حيت يكون كيهضرلك فيها على غابيدي انتونس. شوف كيفاش غابيدي انتونس. غابيدي انتونس هو الفرق ما بين الجرعه الاولى والثانيه داكوغ. الا مثلا حقنتي نفترضوا مثلا واحد المليان وتقدر ترسمو دابا غير بزربه في الورقه ديالك هذاك لاكس ديال لي زوغدوني ديال الاراتيب غتكتب فيه ايغريك غيكون هذاك هو لو نومبر ديال لي زونتيكو. ولتحت غدير فلاكس ديال زابسيس ديال الفاصيل غتكتب فيه لو طون داكوغ. ملي غادي نديرو الجرعه الاولى غادي تلقى الجسم ديالنا مصوب لي زونتيكو. ملي خديتي الجرعه الاولى ديال كورونا النهار الاولاني اليوم واحد لي زونتيكو متصوبو حتى النهار السابع عاد بداو كيتصوبو وتصوبات واحد الكميه نقولو واحد مثلا الكميه هي واحد يورو داكوغ. يونيتي اربيتري واحد المهم داكوغ. دونك الا جينا نشوفو مثلا في الجرعه الثانيه نخليوك واحد المده مثلا عاوتاني واحد العدد ديال الايام ونحقنوا لك الجرعه الثانيه نخليوك واحد ثلاثه سيمانات ولا اربعه نحقنوا لك الجرعه الثانيه غادي تلقى بان الجسم ديالك صوب لي زونتيكور. هاد المره ما تستناش 7 ايام عاد داك يصوب لي زونتيكور نهار ولا يومين يصوب لي زونتيكور. اذا هنا رابيد لا ريبونس كانت رابيد والكميه ديال لي زونتيكور اللي غتصوب ما غاديش تلقى واحد يو ا يونيتي اربيتري غتلقى المره جوج يو ا يعني الكميه اللي تصوبات لي زونتيكور اكثر وبالتالي الجسم الا سبق له تعرف على الميكروب تيواجهه بقوة وبسرعة أكثر من الأول بأن فاسون غابيد إي إنتونس يعني غابيد إي فورت طريقة قوية كيصوب ليه بزاف لي زونتيكور. والناس الكبار قالوا غنزيد لهم الجرعة الثالثة. علاش؟ لأن إلا عطيتيهم الجرعة الثالثة غتكون لا ريبونس عاوتاني ماشي في يومين غتكون ربما في نفس النهار والكونتيتي ما غتكونش غير واحد يو أ ولا دو يو أ ترجع 3 يو أ باغ إكزومبل داكوغ. دونك هنايا كتكون كنلعبوا على غابيد إي إنتونس داكوغ. هنا راه ميموار علاش تنهضر هادو راه مهمين الله يرضي عليكم باش تردوا ليهم البال سيري. دونك حتى لهنايا غادي نحبس في هذا الفيديو. كاين معلومات اضافيه وكيفاش تعامل مع امتحان بزاف المسائل ممكن نقولهم ولكن لا يسعنا الوقت لذلك. نتمنى هادشي هذا يكون عاونكم واحد شويه غير باش تفهموا لي مني تاع لان المشاكل فيها يفهمها باختصار. شكرا لكم والسلام عليكم.